السلام عليكم، لي ماما صفات المعيدة راح نديروا حلوى جافة بما أن العطلة راهي قريب. هكذا اللي تحب دير حلوى لوليداتها ولادهم الحفلة تقدر ديري هاد الحلوى. الحلوى تاع نهار اليوم راح تكون حلوى جافة بالجبن والشوكولا. واش راح نحتاج فيها؟ راح نحتاج فيها 250 غرام تاع لامارغارين تكون برية، نحتاج فيها حوالي 4 حبات تاع جبن مثلثات، 3 مغارف كبار تاع السكر عادي ماشي سكر كلاص، سكر عادي. راح نحتاج هنا علبة تاع ياغورت طبيعي، مغرفة صغيرة تاع لافاني، كيس تاع خميرة كيميائية، ونلمو العجينة تاعنا بالفارينة. إذا نبداو بالطريقة مباشرة، ندير هادوك الحبات تاع الفرماج اللي هما 4 حبات في 250 غرام، ندلهم حوالي مغرفة صغيرة تاع لافاني سائلة ولا بودرة كيما حبيتي. نزيد عليهم هذاك 3 مغارف كبار تاع السكر عادي، وندير عليهم هذيك العلبة تاع الياغورت طبيعي. هنا تقدري مثلا ما يكونش عندك طبيعي، عندك معطر، ديري ذوق فانيلا، من الاحسن ديري ذوق فانيلا. اذا نخلط كامل المقادير مع بعض حتى نحصلوا على كريمه. بسم الله، الحلوة تاع نهار اليوم كيما نشوفوا ما فيهاش البيض، فيها الفرماج والياغورت طبيعي، جبنين هاد الحلوة. إذا نخدمهم مليح كان تحصلوا على كريمة وتحسي أنه هذاك السكر داب. بعد ما خدمت هذاك الزبدة الفرماج والياغورت، نبقى نزيد في الفارينة غير بالعقل. نبدا ندير كمية تاع الفارينة، ندير هذاك كيس تاع خميرة كيميائية يعني الوزن تاعو 10 غرام، ونبدا نلم في العجينة. بطبيعة الحال لمو فقط ما تعجنوش. نبقى نزيد حتى تسلم منها، وتحصلوا على عجينه تكون طريه بطبيعه الحال وما تلصقش في اليد. هنا مثلا تقدري تزيدي اي مكسرات يكونوا عندك، فقط انا حنا اليوم حنديروها سامبل. اذا هنا راني لميت، بقيت تزيدي في الفارينه تتلمي العجينه لكن تكون طريه ما تعجنيهاش فقط باش تجيك طريه. شوفوا العجينه تجي طريه ما تلصقش في اليد. هنا نحبس. اذا من بعد راح نستعمل كيس بلاستيكي، راكم تعودتوا على يعني على طريقتي. نحكم شويه تاع العجين، ندير شويه فقط تاع الفرينه ما تكثروش، فقط باش تجينا الخدمه سهله. اذا نفتحها تكون شويه خشنه، يعني ماناش راح ندير حبه على حبه، يعني نخلي حبه على حالها. إذا نفتح العجينة تاعي، من بعد ما فتحت العجينة راح نستعمل هذا الطابع فقط. أنا مانيش راح هذا تاع صابلي يعني من ناجي متقوبة ومن ناجي مفتوح، أنا مانيش راح ندير حبة على حبة، ندير هذا المفتوح العادي. إذا نطبع حبات، ها هو الشكل اللي حبيته أنا نهار اليوم. إذا كمل كامل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه. بعد ما عمرت السنيوه الاولى ندخلها حتى على 180 درجه، نخلوها حتى تبرد تماما باش نديرولها كلاصاج تاع الشوكولا. بعد ما طابت الحلوه تاعي ها هي معنا هنا، خليتها حتى بردت تماما لان راح نستعملها كلاصاج الشوكولا. انا استعملت هذه فقط، يعني اي المهم تكون يعني مكتوب فيها شوكولا دو كلاصاج، لازم تكون مكتوب فيها هذه العباره هذه. نقطعها امامي قطع صغيره، ودرت الماء يسخن. اذا نقطعها غير بالعقل. اذا قطعتها بهذه الطريقه ونديرها في حمام مائي تذوب. هنا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي حمام مائي، هنا واش ندلها؟ ندلها حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت. اذا نخلط الكلاصاج تاعنا وراه واجد معنا باش ندهنوا يعني نكلاصيو الحلوى تاعنا بهذه الطريقة. هادو هما الإضافات اللي تزيديهم، يعني زيدي الزيت فقط للشوكولا تاعك يعني باش يجي تبريي. هنا نبدا نكلاصي الحلوى تاعي. هنا فقط أنا حنزينها بحبوبات الشوكولا بيضاء، هي من الأحسن يعني ديري حبة تاع اللوز هنا في الوسط يخرج الشكل تاعو بزاف شباب. كيفاش راح نكلاصي؟ نجيب فرشيطة أمامي، ندير الحبة تاع الحلوى فوق الفرشيطة، ونرمي الكلاصاج عليها هكدا يعني باش تكلاصي لنا مليح. نهبطو الزائد فقط،
ندير هنا فوق الورق وندير شويه تاع الشوكولا بيضاء في الوسط، نزيدو حبه. اذا ندير الحبه فوق الفرشيطه ونفرغ الكلاصاج تاعنا على الوجه تاعو، يعني هكذا باش ما نخسروش بزاف كلاصاج. نحطها هنا على الورق وندير شويه تاع الشوكولا في الوسط. اذا نكمل كامل كلاصي الحلوى تاعي ونعاود نرجع لكم. من بعد ما نشفت الحلوى تاعي من كلاصاج، هنا فقط حبيت نزيد تزيين اختياري، هنا ماشي لازم تزيديه. هنا عملت شوكولا نفسها يعني ذوبتها بدون اي اضافات، عملتها في لابوش ونزين بها. اذا نقطع شويه بالمقص وندير خطوط عشوائيه بهذه الطريقه، تقدروا ما مديروا بشوكولا بيضاء هنا لكن اختيار. اذا الحلوى تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده بعد ما نشفت. شوفوا البلاصاج تاعنا كيفاش خرج، خرج ما شاء الله الحلوى تجي بزاف بنينه. كما لاحظنا انه ما فيش قلبها، يعني ما فيش بزاف السكر لانه طليناها بالشوكولا. فقط حبيت نهدي اهداء خاص للاخت قنيت جهيده، هي وكل زميلاتها يعني العاملات بجامعه الشلف. نتمنى انهم يوصلوا هذا الاهداء، لان الحلوى تاع نهار اليوم هي معنا واجده. فقط راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا الحلوى كيفاش تجينا. اذا ها هي كيفاش تجينا، نقسم لكم منها شويه. بسم الله تجي بزاف بزاف بنينه، قد ما تطول قد ما تحت تولي طريه. جربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.